قدوس قدوس اسمك قدوس اسمك صغيرا عن ألطافك وعن كل أمانتك غطتني يا رب أفضالك وأخجلتني رعايتك صغيرا عن ألطافك وعن كل أمانتك غطتني يا رب أفضالك وأخجلتني رعايتك وما عنديش أقدم لك ولا حتى كلام أوصف لك وما عنديش أقدم لك ولا حتى كلام أوصف لك أنا عندي قلبي صغير قلبي بقى تقدر تقول له وما عندي شاتم لك ولا حتى كلام اوصف لك وما عندي شاتم لك ولا حتى كلام اوصف لك انا عندي قلبي صغير قلبي بقدم لي انا قلبي بقدم لي كم واحد بقول له فعلا يا رب جاي اقدم لك قلبي في هذا المساء جاي أقدم لك قلبي تعرف هذا اللي بيسر قلب الرب في هذا المساء إنه أجي أنا وياك نقدم له قلوبنا هاللويا يلا نقول هاي الترنيمة كمان مرة نقول له جاي نقدم لك قلبي ما عندي شيء أقدم لك الشطر الثاني من هاي الترنيمة بيقول أمي وأبوي تركوني أنا ما بعرف عنك أنا أبوي الأرض تركني قبل 28 سنة لكن أبوي السماوي لم يتركني لحظة كم واحد بيشهد في هذا المساء إن أبي وأمي قد تركاني هيك بيقول الكتاب المقدس والرب يضمني أمي وأبوي تركوني وانت بإيديك ترعاني مزمور 76 عدد 78 بيقول لأنه بمهارة يدي يرعاني كل النهار يعني مش بس برعاني لكن بمهارة يدي يرعاني كل النهار وما عندي شيء أقدم لك ولا جاي أنا أطلب منك كم واحد بيسترجي بالأردن بنقول بيسترجي يعني بتجرأ وبقول أنا ما بدي أطلب منك أنا بدي أطلبك أنت في هذا المساء فرق كبير ها بين أطلب من الرب وأطلب الرب كم واحد بقول أنا جاي أطلبك مراثي أرمية الإصحاح الرابع بقول لأنه نصيبي ما قالش من الرب قال نصيبي هو الرب مزمور 16 بيقول لأنك أنت مش منك لأنك أنت سيدي خيري لشيء غيرك مفيش إذا أنت جاي تطلب من الرب بدي أقول لك الرب بده إياك أنت قبل اللي بتطلب منه لكن لما بتطلب الرب من كل قلبك صدقني صدقني بعطيك اللي بتحتاجه واللي بتطلبه واللي بتحبه حسب مشيئته عشان أكون واضح جدا لأنه لما بطلب الرب وأكون مع الرب بتغير منظوري للعالم كم واحد بقول آمين ولا عندي شيء أقدم لك ولا جاي أنا أطلب منك تحطينا الشطر اللي بعديه ولا عندي شيء أقدم لك ولا جاي أنا أطلب لا اللي بعديه لو سمحتي ولا جاي أنا أطلب منك أنا جاي وبقلبي أقول لك كم واحد بقول له شكرا يسوع طب أتجرأ وأسألكم هذا السؤال كم واحد بيشكر الرب على الماضي كم واحد بيرفع ايديه وبقول اشكرك يا رب على الماضي انا ما كنتش اتصور الماضي تبعي يكون بهاي الطريقه لكن هو ضمن الماضي هاليلويا خلينا اطمنك في هذا المساء واحنا منجهز انفسنا ندخل في مرحله تسبيح للرب اللي ضمن الماضي هو ضامن الحاضر هو ضامن الكورونا كم واحد بيقول هاليلويا وما بعد الكورونا تعرف ايش بيجي بعد كورونا انا ساكن بكورونا بعد كورونا بتيجي ريفرسايد فهو ضامن ريفرسايد وبعد ريفرسايد سان برنادينو وبعد سان برنادينو أريزونا عند حبايبنا صفا وأختي المحبوبة هو ضامن اللي قصدي أقول لك إياه اللي ضامن الماضي هو ضامن اللي ضمن الماضي ووصلنا لهذه المرحلة هو ضامن الحاضر واللي ضامن الحاضر ضامن المستقبل هاليلويا كم واحد بقول له أشكرك لأنه عندك كل شيء بدي إياه يا سيد الرب وأكثر البيت الأخير من هاي الترنيمة بقول دقتك يا يسوع ونظرتك مش هيك بقول الكتاب الحلو بيسوع قد ما أوصف لك إياه ما رح تقدر تستوعبه
الطريقة الوحيدة تستوعبوا أنه ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. لما تذوقوا بتعرف حلاوته. هاليلويا. أنا بحب الكنافة. قد ما قالوا لي طعم الكنافة حلو لحديت ما جربت الكنافة لما اكتشفت قديش طعم الكنافة حلو. بس خلينا أقول لك، يسوع مش بيتوصف بالحلاوة، لا، الحلاوة اللي بتتوصف بيسوع. هاليلويا. يسوع مش بتوصف بالجمال، لا، الجمال بينوصف بيسوع. ها درجة حلاوته. هاليلويا. أبرع جمال من كل البشر. دقتك يا يسوع ونظرتك ويا محلى العشرة مع كم واحد بشهد. أنا بحب يسوع وما بدي غير يسوع. زمان كنت أرنم ترنيمة من برنمها أخ محبوب بتقول ملناش غيرك، بس بهاي الأيام النغم اللي بحب أرنمه مش عايز غيرك. هاليلويا. وفرق كبير لما تقول له أنا يائس ومستسلم ومليش غيرك، وبين ما تقول له أنا ما بديش مش عايز غيرك، يعني أنا مصمم إنه أخدك أنت يسوع. كم واحد بيقول له هاليلويا؟ أنا مش عايز غيرك يسوع. دقتك يا يسوع ونظرتك ويا محلى العشرة معاك. اقبل من قلبي شكرا. تعرف شكر مش كلمة، شكر هي قرار أنا بأخذه. هاليلويا. إنه أعيش شاكر للرب. كم واحد بيقول له هاليلويا؟ يلا تعال نقول له إياها. هاليلويا. وعن كل أمانتك غطتني يا رب أفضالك وأخجلك. يلا قول معي. صغيرا عن ألطافك وعن كل أمانتك غطتني يا رب أفضالك وأخجلك رعايتك. وما عندي شاتم لك ولا حتى كلام أوصف لك، ولا عندي شاتم لك ولا حتى كلام أوصف لك. أنا عندي قلب صغير، قلبي بقدم ليك وما عندي شات. قول معاي. ولا حتى كلام اوصف لك، ولا عندي شي اقدم لك، ولا حتى كلام اوصف لك. انا عندي قلب صغير وقلبي بقدم ليك. امي وابويا تركوني وانت ويدك ضماني، وبحكمتك ومهارتك في كل اليوم ترعاني. قول امي وابويا تركوني وانت ويدك ضماني، وبحكمتك ومهارتك في كل يوم ترعاني. وما عندي شاتم لك ولا جاي انا اطلب منك، وما عندي شاتم لك ولا جاي انا اطلب منك. انا جاي وبقلبي اقول لك شكرا يا يسوع. قول يا شعب الرب. وما عندي شاتم لك ولا جاي انا اطلب منك، وما عندي شاتم. وما عندي شاتم لك ولا جاي انا اطلب منك، وما عندي شاتم لك ولا جاي انا اطلب منك. انا جاي وبقلبي اقول لك شكرا يا يسوع الله. وما عندي شاتم لك ولا جاي انا اطلب منك، وما عندي شاتم لك ولا جاي انا اطلب منك. انا جاي وبقلبي اقول لك شكرا يا يسوع الله. يا يسوع ونظرتك ويا محلى العشرة معاك. اقبل من قلبي شكرا، ده قراري ومش كلمات. دقتك يا يسوع ونظرتك ويا محلى العشرة معاك. اقبل من قلبي شكرا، ده قراري. كمان مرة. دقتك يسوع. دقتك يا يسوع ونظرتك ويا محلى العشرة معاك. اقبل من قلبي شكرا، مليون بشكر هعيش لك خدام انا ليك وملكك. مليون بشكر هعيش لك خدام انا ليك وملكك. اشهد واعلن عن مجدك وشاكر على الدوام. مليون بشكر هعيش لك خدام انا ليك وملكك. أيوة. مليون بشكر هعيش لك خدام انا ليك وملكك.
ولا حتى كلام اوصف لك، انا جاي وبقلبي اقول لك شكرا يا يسوع البار، شكرا يا يسوع البار. هاليلويا. كم واحد بقول له شكرا حبيبي؟ ايوه اعطي للرب زقفه. هاليلويا، هو بيستحق ياخذ كل مجد وعباده وتسبيح في هذا المساء. هاليلويا.